بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف المرسلين. صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي رؤساء الوفود، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي رئيس لجنة الاتحاد الإفريقية، معالي مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أيها المدعوون الكرام، أيها السادة والسيدات، يسعدني أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وإلى شعبي وحكومة الأردن الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما يطيب لي أن أعبر عن فائق تقديرنا لجلالته على الاهتمام الكبير الذي يليه لقضايا أمتنا العربية، وأنا واثق كل الثقة من أن رئاسة الأردن الشقيق لدورة القمة 28 هذه ستعطي دفعا قويا وحاسما للعمل العربي المشترك الذي تعلق عليه شعوبنا آمالا كبيرة تحقيقا للأهداف التي تأسست الجامعة العربية من أجلها قبل زيادة من 70 عاما. كما أحيي الجهود الطيبة للدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ولمسؤولي وطواقم مختلف هيئات الجامعة وسهرهم على متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات قمة ورشوط وعلى الإعداد الجيد لقمتنا هذه. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، يأتي لقاؤنا اليوم بعد أن تشرفت موريتانيا بالاطلاع بواجبها القومي في استضافة أعمال الدورة العادية 27 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وقد عملنا بجد وإخلاص خلال رئاسة الموريتانية على تجنيب منطقتنا العربية المزيد من التأزيم وعلى تعزيز التفاهم والتعاون والتنسيق بين الأشقاء العرب وإسماع صوت أمتنا والدفاع عن قضاياها العادلة في المحافل الإقليمية والدولية. وقد عرفت السنة المصرمة إجماع المنتظم الدولي على إدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة حين صادق مجلس الأمن الدولي على القرار 2334، كما عكست نتائج القمة العربية الإفريقية الرابعة المنعقدة في مالابو بغنيا الاستوائية في نوفمبر الماضي عمق ومتانة العلاقات بين إفريقيا والعالم العربي، وتمسك إخوتنا الأفارقة بمواقفهم المبدئية والثابتة في دعم القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما أكد مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الأوسط الذي التأم في شهر يناير الأخير على التمسك بحل الدولتين لتحقيق السلام الدائم بالمنطقة، وطالب بدعم اتخاذ أي خطوات وطالب بعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب بخصوص القضايا الكبرى العالقة، ورحب بالقرار الأممي الرافض للاستيطان.
إن حل الدولتين الذي تبلور إثر مسار شاق وطويل من المفاوضات بين أطراف النزاع في الشرق الأوسط برعاية ومباركة من المجتمع الدولي يظل الخيار المناسب الوحيد الذي يحقق السلم والأمن دائمين في المنطقة ويضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، تواجه أمتنا العربية تحديات كبيرة في مجالات استتباب الأمن والسلم وتحقيق التنمية المستدامة، وتعرف بعض بلداننا العربية صراعات ونزاعات مسلحة نجم عنها تدمير للبنية التحتية ومواجهة نزوح جماعية وأوضاع إنسانية بالغة التعقيد، وتنامي تيارات الإرهاب والتطرف والغلو بتداعياتها الخطيرة على الأمن القومي العربي وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي. فلا تزال الأوضاع في سوريا جد معقدة، حيث تنشط الجماعات الإرهابية مخلفة الدمار على صعيد واسع من جهة، كما أن أطراف الصراع السورية لم تبذل الجهود الضرورية لتثبيت وقف إطلاق النار والانخراط في بإرادة قوية في جهود إعادة السلم والأمن والوئام في سوريا الشقيقة من جهة أخرى. وفي هذا الإطار فإنني أدعو الإخوة السوريين إلى الإنهاء الفوري للاقتتال الداخلي، وهو ما يتطلب المضي قدما في جهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي مهدت له مباحثات أستنا، وإلى التوقيع على اتفاق سياسي شامل يحقن دماء الشعب السوري ويحافظ على وحدته ويضمن السيادة الوطنية على كامل أراضيه طبقا للقرارات الأممية ذات الصلة ونتائج مفاوضات جنيف 1 و2 و3 و4. وفي ليبيا الشقيقة، وعلى الرغم من الانتصارات الأخيرة على الإرهاب في عدة مناطق، لا تزال الأوضاع الأمنية تشكل خطرا حقيقيا على السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق وعلى وحدته وتماسكه الاجتماعي، كما تهدد الأمن في منطقة الساحل والصحراء وتسبب في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط بضحاياها ومآسيها المتكررة. ويتوجب علينا اليوم دعم الجهود العربية والإفريقية والدولية الهادفة إلى إيجاد اتفاق شامل يحافظ على وحدة التراب الليبي ويرسي دعائم الاستقرار ويشرك جميع الأطراف الليبية في إدارة الشأن العام ويطلق عملية إعادة الأعمار. لقد شكلت هذه الأهداف مجتمعة جوهر القرارات الهامة التي اعتمدتها اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي الخاصة بالأزمة الليبية في اجتماعها الأخير في برازيفيل بجمهورية الكونغو نهاية شهر يناير المصرم. وفي اليمن الشقيق يتواصل للعام الثالث على التوالي النزاع المسلح مهددا السلم والأمن الإقليمي ومخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وهو الصراع الذي كاد أن يعصف بكيان الدولة وانسجام المجتمع اليمني لولا الجهود العربية والدولية الكبيرة التي بذلت لمعالجة هذا الصراع. وفي هذا الصدد يتوجب علينا أن ندعم بقوة المبادرة الخليجية ومبادرة الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل تفاوضي يحفظ وحدة اليمن واستقراره في كنف الشرعية الدستورية، منوهين باستضافة دولة الكويت الشقيقة ورعاية أخينا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمفاوضات
الأطراف اليمنية منذ انطلاقها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، لقد تمكن العديد من البلدان العربية من قطع خطوات هامة على طريق استتباب الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية. ففي السودان الشقيق يشكل التوقيع على وثيقة الحوار الوطني الشامل بالخرطوم في أكتوبر الماضي نجاحا كبيرا على طريق المصالحة الوطنية الشاملة والاستقرار السياسي، خدمة للمصالح الحيوية للشعب السوداني. وفي العراق يتواصل تراجع سيطرة الجماعات الإرهابية داخل الأراضي العراقية أمام الإرادة الحازمة للحكومة العراقية في بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وتعزيز لحمة الشعب العراقي الشقيق. إننا نرحب بالانفراج السياسي في لبنان الشقيق الذي مكن من انتخاب رئيس جديد وتعيين حكومة على أسس توافقية لتعود المؤسسات الديمقراطية إلى العمل بفعالية وانسجام خدمة للشعب اللبناني. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالتهاني الحارة لدولة الرئيس العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية ودولة رئيس الوزراء الشيخ سعد الحريري، متمنيا لهما النجاح في مهامهما النبيلة. كما نثمن نجاح الانتخابات الرئاسية في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ونهنئ بالمناسبة أخانا صاحب الفخامة السيد محمد عبد الله محمد على نيله ثقة ممثل الشعب الصومالي، ونتمنى له النجاح في مهامه السامية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، يشكل الشباب أكثر من ثلثي مجتمعنا العربي، وبتكوينه تكوينا يتلائم وحاجات الأمة وتوجهه توجيها يصون هويته ويضمن له الانفتاح على الآخر، نكون قد عملنا على أن يلعب دوره الأساسي كاملا في العملية التنموية من جهة، وعلى تحصينه ضد كل أشكال الانحراف التي تستهوي بعض الشباب اليوم وتهدد السلم والأمن في بلدان عربية من جهة أخرى. إن ضمان الممارسات المسؤولة للحريات الفردية والجماعية يشكل عامل استقرار اجتماعي وسلمي أهلي، وهو كفيل بتحفيز الشباب على التعبير عن مؤهلاته وإبداعاته إسهاما في تحقيق تنمية مستدامة. وفي هذا الصدد عملنا في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة على ترقية وصون الحريات العامة وترسيخ سنة الحوار والتشاور مع الطيف السياسي والمجتمعي، كما عملنا على تمكين الشباب من خلال المشاركة السياسية وتأسيس مجلس أعلى للشباب وإنشاء مؤسسات تعنى بدمجه بالحياة النشطة. إن أي عملية تنموية لا تأخذ في الحسبان مشاركة المرأة لن تحقق أهدافها كاملة، وعليه يجدر بنا تشجيع المشاركة الفاعلة للمرأة العربية في النهوض بمجتمعنا على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، يشهد عالمنا اليوم تحولات عميقة من شأنها تقويض أسس النظام الدولي القائم، حيث تمكنت القوى المناهضة للعولمة وتلك الداعية للانغلاق في وجه تلاقي الحضارات من تأمين حضور سياسي وشعب لها في معظم الدول الغربية. الشيء الذي بدأ في التأثير الفعلي على السياسات العمومية في هذه البلدان،
ومن بين تلك التحولات ما تشهده بعض البلدان الآسيوية من حضور لافت على الساحة الدولية في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وبروز مؤشرات تحي بأن النظام العالمي المقبل سيكون متعدد الأقطاب. فعلينا كأمة عربية أن نستخلص الدروس من واقعنا اليوم، وأن نعمل أكثر من أي وقت مضى على حماية مصالحنا الحيوية في وجه التحديات التي أفرزتها التحولات العالمية الجديدة. إن تعزيز التضامن العربي يبقى النهج الأمثل لرفع تلك التحديات والسبيل الأقوم لتحقيق تطلعات شعوبنا المشروعة في ضمان وتوطيد الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والرخاء، وهو ما يتطلب المزيد من التنسيق بين بلداننا وتوحيد مواقفنا والتحدث بصوت واحد عن قضايا أمتنا وتصدي بحزم لمحاولات التدخل الأجنبي في شؤوننا والالتزام التام بحل الخلافات البينية بالطرق الودية، كما يتوجب علينا وضع آليات جديدة تدفع إلى التكامل والاندماج الاقتصادي يعني واستغلال مصادرنا البشرية المؤهلة ومواردنا الطبيعية المتنوعة عبر توسيع فرص الاستثمار بين دولنا والرفع من مستوى التبادل التجاري وإعطاء أولوية في التشغيل داخل الفضاء العربي لليد العاملة العربية. وفي الختام سعني إلى أن أجدد لجمعكم الكريم عبارات التحية والتقدير، وأؤكد أمامكم تمسك الشعب الموريتاني بدوره التاريخي في نشر قيم الحضارة العربية الإسلامية، وأتمنى لأعمال قمتنا هذه النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن أدعو أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله بن حسين يتسلم رئاسة المؤتمر الثامن والعشرين لقمة